السلام عليكم والسلام لكل شرفاء بلادي. يا جماعة، موضوعنا في هذا الفيديو موضوع بسيط جدا جدا عن الفلنجاي الله مبارك أردول، رئيس شركة التعدين السودانية السابق، شركة التعدين الكيزانية التي تخدم مصالح الشعب الكيزاني فقط. في ناس في شعب طبعا متكوزن ما عنده علاقة بالسودان يخدم لصالح الكيزان، فهي الشركات دي بتخدم لصالحه. فالفلنجاي اللي بيقوله مبارك اردول لجل نفتته واحد واحد، ما هو تاسيسك يا مبارك اردول؟ انت ما كنت تعمل الحركه الشعبيه وكنت بتنادي بظلم باهلك وبتهميشهم، هل اهلك دي قدمت لهم حاجه مما الله غزاك في الخرطوم دي وقعدت في السلطه دي؟ لا طبعا. وطيب نرجع لانت مجيئك للسلطه وكان كاشك فيها وسبب دخولك الى الخرطوم، من الذي ادخلك الخرطوم؟ ادخلتك اتفاقيه سلام جوبا طبعا. اتفاقية السلام دي الوسيط حقها الأساسي منه محمد حمدان ده، قالوا الناس حاجة بيسوي مريشي وجاي من النيجر ومن عارف مدري ايش زي ما بتقول انت. فالفلنجاي يا جماعة الله مبارك أردول جاب محمد حمدان ده وخطاه فوق المكانة دي احتراما لأهله ويعتبره شخص ناجح، ولكن للأسف طلع فلنجاي ساي، طلع أردول ساي زي ما قالوا عنا، طلعت أردول ساي انت، طلع شنو؟ إنسان لا مبدأ ولا قيمة. يا اردول اهلك ديل مهمشين لهم من ال 56 لحد الان، مما تكونت حكومه ال 56 المشؤومه الملعونه في السودان، اهلك مهمشين، اهلك واهالي مهمشين، ماذا اتوا لهم؟ ماذا اعطوهم؟ شيء ولا التكتح لو نقوله ولا الترابه ما ادوهم لها. انت عرضت وطلعت بالحركه الشعبيه وناضلت وما عارف فزيت وتهربت وتزوقت وجيت خشيت وحميت جابك وخشيت السلطة عشان تنمي اهلك وتديهم، ما عشان تسوي لك جضوم وتمشي شرق السودان هناك وتتبع ولي النعمة. تتبع ولي النعمة، مجرد ما الحرب اندلعت في السودان 15 ابريل مبارك اردول فكر قال ده الرئيس وده نائب الرئيس، معناته الرئيس اعلى والقوات المسلحة عندها 100 سنة، معناته القوات المسلحة بتغلب، فانا زول مصلحتي طبعا ما بختلف على مصلحتي تماما، فانا بتبع الرئيس ده تلقائيا ده حسب مصلحتي، انا بعظم ولي النعمه، ولي النعمه الان في الحته دي الاعلى والاعلى هو الرئيس، فطوالي تبع الرئيس بيفتكر بانه الجيش ده بيحميه، الجيش جيش مؤسس، يا حبيبي انت ما عارف الجيش ده جيش كيزاني ولا ليس له مبدا وليس له عقيده قتاليه وليس له قضيه، قضيته فقط قضيه عنصريه، فلما تبع هذه المجموعه الفاسده او الشجره الفاسده بعد فترة عند مهنة انتهت شالوه ورموه في الزبالة، بعد ما رموه في الزبالة قاعد شنو بيسرح حبة حبة وشنو، بعد شهر وشهرين أنا متأكد بعد شهر وشهرين حتلقوا أردول ده يطبل لنا نحن أو لشنو؟ لصناع الديمقراطية والحرية، حسيطبل لنا عشان تاني نجيبه من جديد، ولكن هيهات هيهات ما في لك طريقة تاني. وأنت مكانتك في المزبلة، أنت في مزبلة التاريخ. أردول أنت ولا شيء. يا جماعة أردول ما يقعد ساكت رمى لسانه، أردول قال أهلي ما عندهم رغم وطني، وقال في ناس جابوهم من النيجر ومن مالي ومن تشاد وفريق الوسطى وجنوب الليبي وموريتانيا، قال ودوا لهم ماكينات عديل تاعت أرقام وطنية في محلاتهم وأهلي ما عندهم. طيب الناس لسه بتقولهم ديل، ما هم نفسهم جابوك من جنوب السودان في الاتفاقية ودخلوك الخرطوم وخدوك المنصب ده، ما ليك سنة ثلاثة أربع سنوات ساكت مقفل خشمك ده شارب وماكل وتمشي بيت حمايتي وترطب وبديك، ونحن ما لاقينا من حمايتي تلاقيه منه بديك وشارب وما ها ما هم ده ذاتهم الحصل شنو اللي تغير شنو يعني نفس القديم ولا انت طبعا مع الاقدر. في البدايه كنت مفتكر ان الجيش اقدر، لكن للاسف خاب رجاؤك انقلب السحر على الساحر. فاردول احسن لك ترجع لصوابك وارجع لاهلك اخير ريت. ان جئتنا فحبابك والله، نحن ما نحن قضيتنا لكل سوداني، ما قاصدين زول واحد، لكل سوداني ان جئتنا حبابك، لكن نصيحتي لك يا اخوي انت زول مهمش زينا ده يغيبش ها، ما ليس لك مصلحه، بكره بيسموك عب زي ما اطلقوه علينا. احسن لك ترجع لاهلك هناك وتروق وتاني تجيك مسارك حق الشعب الحركه الشعبيه دي عشان ننهى الكيزان ديل تماما. وشكرا جزيلا.